نقلة نوعية في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني أتت بعد حصار استراتيجي انتهجه الاحتلال ضد سكان القدس المحتلة، وساندته بذلك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. لا سلاح ولا عتاد، ومن يرغب بالمقاومة عليه أن يبتكر ويبدع. أولى العمليات نفذها الشهيد عبد الرحمن الشلودي، فدهس عددا من الصهاينة، قتل مستوطنة وجرح 8 آخرين. الشهيد معتز حجازي عمل بمطعم يرتاده كبار المسؤولين الصهاينة، وقام بمحاولة اغتيال جريئة للمتطرف الصهيوني يهودا غليك، والتي أدت إلى إصابته مباشرة وما زال بالمشفى لساعة إعداد التقرير. الشهيد إبراهيم العكاري مفجر الانتفاضة بعد هدوء دام لعدة أيام، دهس عددا من الصهاينة ثم نزل من سيارته ليتبع الدهس ضربا بقضيب حديدي قبل أن يستشهد، قتل جنديين وأصاب أكثر من 15 آخرين. الفتيل اشتعل والانتفاضة انطلقت لتنطلق عمليات الطعن والدهس بسباق بين المدن الفلسطينية. فبعد عملية العكاري نفذ شاب فلسطيني عملية مشابهة بالخليل، رمى بها 3 جنود في الهواء تطايروا كالدمى أمام ضربته القاضية. الفتى نور أبو حاشية أراد أن يترك بصمته أيضا، فانطلق ليطعن جنديين ويقتل أحدهما قبل أن يتم اعتقاله. تبعه الشاب ماهر الهشلمون في الضفة الغربية، والذي هاجم تجمعا للمستوطنين قتل فيه مستوطنة وأصاب آخرين قبل أن يتم إطلاق النار عليه ويرتقي شهيدا إلى العلا. الإبداعات توالت، وصاحبنا المجهول الذي لم يمتلك سكينا في لحظة الصفر استخدم مفكا وأصاب صهيونيا إصابة متوسطة قبل أن يلوذ بالفرار. من استطاع امتلاك قطعة سلاح لم يدخر جهدا بإطلاق النار على الصهاينة، ليكون الإطلاق الأول على دورية في رام الله، وتبدأ بعدها المنافسة لتطلق نابلس النار أيضا على أخرى، ثم تنتهي الجولة بإطلاق نار على دورية في القدس وإصابة جندي بداخلها. حيفا لم تكن بعيدة عن الحدث، فعملية الطعن التي حصلت فيها أكدت بأن الكل يد واحدة وضد استسلام السلطة الفلسطينية للواقع المرير الذي يعيشه المقدسيون، وضد الصمت الرسمي العربي الذي لم يجعل بدا من القيام بهكذا عمليات. ماراثون الطعن والدهس وإطلاق النار بدأ، لتكون الجولة الكبرى بعملية القدس التي قتل فيها 7 صهاينة وجرح عدد آخر. صدمة كبيرة هزت أركان الاحتلال الغاشم، ومفاجآت لم يتوقعها أبدا في ظل تطمينات السلطة الفلسطينية. لكن وطالما أن هنالك المزيد من الاعتداءات، الحبل على الجرار، وشباب القدس ورجال الضفة بالمرصاد. مصعب الأشقر، قناة اليرموك.